السلام عليكم، الله يسعد كل اوقاتكم بكل خير، واهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو اللي هو اول فيديو لمشترياتي الخاصه بالفنون. شريت مجموعه اشياء. ملاحظه، طبعا هذه الاشياء ما شريتها كلها بنفس اليوم، ولكن كلما رحت مكان شريت منه شيء. اثناء عرض الفيديو راح اذكر لكم من فين شريت المواد، في حال اذا كنتوا حابين مثلها ان شاء الله تروحون وتلقوها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستفيدوا منه وفرجه ممتعه. بالنسبه للاسطح اللي شريتها لحتى اشتغل عليها فهي هذه المجموعه. راح ابتدي بالخشب. عندي هنا هذه العلبه من الخشب، كثير حلوه، ممكن تشتغلون عليها بحرق الخشب، الديكوباج بتقنيات كثير. عندي كمان هذه العلبه الثانيه، عندي هذه العلب اللي تجينا زي بيت العصافير، كثير حلوه لما نشتغل عليها رسم بالاكريليك او نشتغل عليها بالديكوباج. هذا العلب اخذتهم من جرير. بالنسبه للورق، هذا كرتون، اخذت هذا الكتاب لما نشتغل عليه ديكوباج ونحط هنا صور اشخاص ونحط على اي مكان كديكور بيعطي شكل كثير حلو مختلف عن المعتاد. هذه العلبة كتير حبيتها لانه مثل ما انتم شايفين هنا هي عبارة عن علبة مقسمة من الداخل، يعني ممكن نشتغلها بالديكوباج ونعملها للاشياء الناشفة مثل مثلا مكسرات، بتطلع كتير حلوة لانه عندي هنا مجموعة اجزاء مع هذه بالوسط. اخر شيء اخذت هذه الاطارات اللي هي من ايكافي، مثل ما انتم شايفين هنا اخذت اللي هو الخشب العادي واللون الاحمر. اذا رح تشتغلون ديكوباج يفضل انكم تاخذون الخشب اللي لونه طبيعي، بس هذا عليه ورنش. بس اذا كنتوا مثلا راح تشتغلون اي تقنيه فنون ثانيه فممكن تاخذون الملونه. اللي حلو في الملونه مثل ما انتم شايفين هنا بيكونوا حاطين عليها الصبغه اللي بتخلينا عرق الخشب مبين. طبعا هذا النوع من الصبغه تحتاج الى الوان معينه. هذه كل مشترياتي بالنسبه للاسطح اللي راح نشتغلها. عندي هنا مجموعة مناديل الديكوباج، صراحة شريت مجموعة كبيرة وكل منديل من فيه شريته، وانا راح اقول لكم وين شريتها بالضبط. فهذه هي مثل ما انتم شايفين. الان راح افرجيكم الرسمات اللي موجودة في هذه المناديل اللي شريت، ففردتها هنا. اول مجموعة راح تشوفوها واللي اخذتها من هوم سنتر اللي في الظهران مول، فرسماتهم صراحة كتير حلوة. عندنا هذا واحد، هذه من اجمل المناديل اللي شريتها، ويعني ذوقي في الالوان في الرسم في كل شيء كتير حلوه. هذه كمان، هذه تايجر، ما اتوقع مو نمر هذاك، في هذه. الان راح ندخل على هادو، اخذتهم من شو اسمه هزاز اللي في شارع الملك عبد الله. هذا واحد، هذا كمان، وهذا، وهذا كان طايح عندي على جنب نسيته. هذا النوع من المناديل انا اخذه من لولو ماركت. اللي حلو بهذا المنديل بيكون سيميك، لما نشتغل به ديكوباج بيعطيني مثل بتعرفوا الكانفاس اللي هو الطوال، لانه المنديل نفسه خشن وفيه بروز كانه كانفاس. هذا النوع من المناديل تحفه لما تشتغلوا به، كتير سهل كانكم تشتغلون بالقماش لانه ثقيل، والشكل النهائي للشغل كانه شغل على كانفاس فروعه. وهذه المناديل البيضة الكبيرة إذا كنت حابة أغلف شيء بشكل مكرمش. الآن عندي لكم ملاحظة بخصوص هذول المنديلين، طبعاً اثنين مناديل الكلينكس واثنين نقدر نشتغل بهم ديكوباج. وين الفرق؟ الفرق بالسعر. هذا شريته من هوم سنتر أتوقع 13 ريال سعودي علبة كاملة، بس هذا أخذته من هزاز ممكن العلبة كاملة 7 أو 6 ريال. لما نمسك المنديلين مع بعض هذا اثقل من هذا، حتى لما نفتح طبقة المنديل هذه الطبقة بتكون امتن من هذا. فانتوا لما تشترون اوقات المناديل رخيصة بتكون طبقة الرسمة ارق والكلينكس ارق، فهذا ممكن يصعب عليكم شوي الشغل. هذا الفرق بين يعني المنديلين، فاي واحد يتوفر عندكم اشتروه. المهم لما يكون المنديل غالي وصناعته جيدة بيكون يعني امتن شوي وبالشغل بيكون اسهل.
بس عموما مع الممارسة مثل ما أقول دائما الخبرة تكتسب، فأكيد إن شاء الله تشتغلون بأي نوع منديل بيطلع معاكم الشغل. هنا بعد المواد فأنا رح أتكلم عليها. أول شيء المواد اللي هي الخاصة بالزجاج، هذه عندنا محددات الزجاج لما نيجي نشتغل الزجاج نشتغل بها، يعني نستخدمها للتحديد. هذا اللي هو الكراكلي الخاص بالزجاج، كراكلي ميديوم. اللي حلو بهذا الكراكلي لما نحطه على الزجاج نعمله طبقة سميكة وبعدين يعطينا شكل زجاج مكسر بارز زي اللي طلع عندكم بالصورة الآن. وعندنا هذه المادة اللي نحدد بها على الزجاج لحتى تعطينا التحديد البارز. راح احط لكم انا صور اثناء عرض الفيديو بتشوفون النتيجة اللي بتعطينا هذه المادة. بالنسبة للأشياء الثانية اللي شريتها واللي هو واحد من الأشياء اللي كتير أسأل عليها واللي هو الجيسو، هنا عندي لكم ملاحظة جدا مهمة. طبعا بالنسبة للجيسو طبعا بيكون سعره أغلى من الألوان، فإذا أنتم ماديا ما تقدرون تشترين الجيسو عندي لكم نصيحتين. مثل ما أنتم شايفين أنا عندي هنا الكلير جيسو، يعني الجيسو الشفاف. إذا ما عندكم الجيسو الشفاف وحابين تأسسوا مثلا علبة خشب، ادهنوها بطبقة من الغراء الأبيض، لأن الجيسو بيقفل لنا خلنا نقول مسامات الخشب بيعمل لنا طبقة رقيقة على الخشب او الكرتون اللي نشتغل عليه لحتى ما يتشرب لنا الصبغة ويطلع لنا اللون. فما عندكم الجيسو الشفاف استخدموا الغراء الابيض. اذا كان عندكم الجيسو الاوباك اللي هو اللون الابيض ببساطة استبدلوه بلون اكريليك ابيض، تفضل الالوان ارخص من الجيسو. اوكي، فهنا عندي الجيسو الشفاف، هذا لصاق ابيض لما ينشف بيصير شفاف، يعني تقدروا تشتغلون به كل انواع الفنون. هنا عندي هذا شريتهم للديكوباج، اول واحد اللي هو المود بوتش اللي هو لونه مطفي، هذا ممكن نشتغل به كلصاق وممكن نشتغل به كالمشكله انا دحين ماسكه العلبه عكس عيني. سيلر جلو اند فينيش، يعني بتشتغلون به كلصاق وايضا ممكن تستخدموه كحمايه في الاخير كانكم تستخدمون ورنيش، بس هذا لونه مطفي. في مود بوتش تاني اللي هو بلمعة اذا كنتوا حابين اللمعة، هذا جدا حلو اذا كنتوا راح تشتغلون على اشياء وما تبغون هذه الحلاوة في اللمعة تطلع لكم بعد الشغل. التاني واللي هو هذا حق الديكوباج، خاص بالديكوباج بالحماية، بعد ما خلص شغل الديكوباج نعمله لحماية العمل. بالنسبة لالوان الاكريليك شريت مجموعة بس صراحة ما حبيت اصورها كلها، فهنا عندي نوعين، هذا النوع الاكريليك واللي هو الاكريليك العادي المطفي، هذا بتكون فيه شوي لمعة، مو لمعة مثل لمعة الذهب والفضة، بس بدل ما نلون به نحس انه شوي لمع. وهذا سبراي عجبني نفس لون صالوني، انا عندي هذا اللون بالصالون فراح استخدمه ان شاء الله يا رب بعدين تشوفوا. طبعا عندي هنا هذه الاسفنجات اللي ما نستغنى عليها اثناء عمل الديكوباج، كتير حلوة حتى لما تجوا تأسسون سطح عمل كبير. طبعا هذه عندها مسكتها، انا شريت المسكة اول مرة والان بين فترة والثانية اشتري الاسفنجات فقط. الفرش، وكتير بنات يسألون ايش افضل نوع الفرش من فين تشتري. بالنسبة للفرش هذه المجموعة اللي شريت جديدة، هذه اللي هي البراون تاكلون انا نطق فرنسي، هذه اخذها من جرير، فرش كتير حلوة اذا كنتوا حابين ترسمون قماش اكريليك اي نوع، بس انصحكم ما تستخدموها للرسم بالوان الزجاج، اوكي؟ لانه الوان الزجاج عنده شعر خاص فيه. هذه لالوان الزيت، لالوان الاكريليك، للحرير ايضا تنفع، بس المهم انكم تشتروا الحجم المناسب لكم للشغل، لانه مثل ما انتم شايفين هنا اشكال الفرش يختلف وايضا حجمها. وكثافة الشعر كتير اشياء. وحلو دائما تكون عندكم زي كده مجموعة منوعة من الفرش اللي سعرها رخيص، ليش؟ اوقات نكون حابين نشتغل شغل يعني ممكن يخرب لنا الفرشة، زي مثلا لما نلون ورود السيراميك، اذا استخدمتوا فرشة غالية ممكن شعرها يعوج وهيك، فدائما خلوا عندكم فرش رخيصة، يعني حتى اذا ضاعت الفرشات عادي مو مشكلة. عندي هنا هذه القطعة وهي صراحة من اجمل الاشياء وفرحت لما لقيتها، هذه عبارة عن طبقات ورق السنفرة اللي هي الليخة والكاغت الحرش. اذا لاحظتوا لما كنت انا اشتغل هذه العلبة بالديكوباج لما جيت اناعم هذه الحواف اخذت قطعة ورق سنفرة كبيرة وكنت اناعم هنا المنديل لحتى اقطعه. اللي حلو بهذه زي ما هي كده نمسكها ونسنفر نقطع المنديل الزايد، طبعا بعد ما تبلى عندنا هذه الورقة وترجع يعني ما بتقطع بنشيلها نقطعها وننتقل على الورقة الثانية وهكذا حتى نخلص كل الورق. حلوة وعملية وصراحة كتير كتير حبيتها.
عندي هنا الحرير اللي نرسم عليه. انا ما شريت الالوان لانها عندي جايباها معي من المغرب، فمن هنا اخذت الحرير فقط. طبعا حتى ادم له نصيبه من المشتريات، فمثل ما انتم شايفين هنا هذه لادم. اول شيء الفرش، مثل ما سبق وذكرت احب اشتري فرش رخيصه لانه الولد ما يعرف يحافظ على الفرش، فهذه فرشه. بالنسبه للالوان شريت له الوان الزيت، ليش يا امل؟ قالوا الاولاد الصغار ما يعرفون يرسمون مثلنا بسرعه، فنحن نراقبهم ونعطيهم الوان الزيت، بيكون عندهم فرصه يدمجوا الالوان ويرسموا، بس يحتاج منكم الى مراقبه يعني كثير. فهذه الوانه. هنا عندي الكانفاس، احب اشيله اللون الصغير لحتى يخلصها بسرعه ويفرح. وطبعا باليت الالوان لحتى يعمل فيها بيكاسو، يجلس يحط الالوان هنا ويرسم وكل شيء تمام وبيرفكت. عندي هنا هذه القطعة اللي كتير مهمة وانصحكم فيها، طبعا انا غسلتها لهذا مكمشة. بما انه ابني ما هو بيكاسو وما يعرف مثلا يرسم ولا ما يوسخ ثيابه، فانا احب اخذ له زي كذا اللي عندها اكمام، يعني يجلس يلعب ويستمتع وهو مبسوط، لانه اذا اعطينا الوان وجلسنا عليه مثلا ادم وسخت ثيابك، ادم لا تسوي كذا، ادم انتبه، من كثر الصراخ الولد ما راح يستمتع. فلبسوه هذه لحتى يحمي ثيابه وخلوه ينبسط ويلعب ويفرح، لانه الهدف انه الولد يفرح مو 24 ساعه خايفين على ثيابه. ايه والله خذوها كثير حلوه، بتنفع كل الاعمار. طبعا لمشتريات عجينه السيراميك او الورود نصيب، فمثل ما انتم شايفين هنا بالنسبه للصاق الابيض لقيت هذا اللي حجمه كبير، اخذته ما شاء الله كل وحده كيلو. عندي هنا النشا، اذا كنتوا راح تشتغلون بعجينة السيراميك ما في داعي تشتروه من الهايبرات، يعني النشا العادي اللي نستهلكه بيكلفكم غالي، فمثل ما انتم شايفين هنا عندي كيلو كامل بخمسة ريال فقط، بيكون سعره ارخص وما بيكلفكم كتير. هذه واللي كتير تسألوني عليها لما نيجي نشتغل ورود، مثل ما انتم شايفين هنا لما اشتغلت الورد الجوري عملت انا قطعة بيضة واشتغلت فيها في الوسط، هنا تلقوهم جاهزين هذول من عند الزامل، بس انا هنا بشتريها اشكال. طبعا هذه الاشكال ممكن تعملوها بالبيت ولكن سعرها ما هو غالي، ولما تشتروها زي كده يعني بيكون الشغل انظف ومرتب. فمثل ما انتم شايفين هذه خمسة، هذه الله اعلم، هذه 14 ريال وفيها كمية كثيرة. طبعا بالنسبة للاشكال والاحجام مثل ما قلت يعني ممكن تشيلون اي شيء، هذه حجمها نعمل بها الورد الحجم الصغير، هذه الوسط وهذه الحجم الكبير، وعندنا هذا الشكل المميز واللي انا كثير احبه. طبعا بالنسبة لهذا الشكل ممكن نشتغل به بطريقتين، الاولى اننا نغرس فيه السلك زي كده طبعا مع وضع اللصاق ونشتغل عليه الورد الجوري. الثانية اذا كنا نحن حابين نشتغل ورد بس زي ورد التورتات مثلا، على فكرة هذا ممكن تشتغلون به حتى في ورود عجينة السكر، اوكي؟ مثلا اذا حابة اشتغل وردة، هذه الوردة راح تكون زي كده محطوطة على كيك، لما نشتغل وهي نازلة كده بتجينا الوردة قاعها مسطح ونقدر نحطها على سطح عمل وتجينا جالسة يعني. فهذا اللي حلو بهذه القطعة. فمثل ما انتم شايفين هنا عندي مجموعة من المواد اللي هي خاصة بالورود. ملاحظة، انا عندي هنا اللي استخدمها لعجينة السيراميك، طبعا نفس الادوات ممكن تستخدمونها لورود السكر، ولكن الافضل تخلون مجموعة خاصة بورود السيراميك ومجموعة خاصة بورود السكر اللي هي الجام بيست، وهذا اللي انا عملته. انا ليش صورت لكم هذه العلبة؟ لانه كثير بنات يسألوني عن القطاعات هذه من فين شريتها، وايضا هذه القوالب. نيجي الان لمن فين شريت الاشياء اللي موجودة عندي هنا. طبعا هذه اللي هي الاقلام الخاصه بعجينه السكر، انا نفس الماركه استخدمتها للورود السيراميك، هذه ماركه اتيكو طلبتها من امازون. عندي هنا هذه الاقلام اللي ننفخ بها الورد، اخذتها من تاجره بالسعوديه. قطاعات الورود هذه اللي لونها ذهبي، هذه كلها طلبتها جاتني من المغرب، اختي نورا الله يسعدها ويحفظها يا رب، حولت لها الفلوس ورسلت لي كل الاشكال اللي انا ابغاها. مثل ما انتم شايفين هنا، اذا انتم في المغرب في مدينه طنجه هذه القطاعات اخذها من معهد سواكولور، يس اسمه سواكولور، موجود في قاع شارع فاس. بالنسبه لهذه القطاعات هذه اشهر ماركه، ممكن اول ماركه عملت السيراميك واللي هي ماركه ليديا اللي هي الخاصه بالبورسلان فريا. هذه القطاعات كلها من نفس الماركه، هذه حق الاوركيد، هذه كمان تقريبا، وهذه طبعا اللي حلو بهذه انه فيها شكلين، هنا شكل الورد وهنا شكل الورق، هذه جدا عمليه اذا ما حبيتوا تشتروا ادوات كثير اشتروا هذه. طبعا عندي احجام كبيره ما اقدر احطها بهذه العلبه، حطاها بالقرش.
طبعا هذا العشب اللي بعد ما نشتغل نحن ورود بنكون حاطين فيه هذا السلك، نستخدم هذا العشب لحتى نغلفه ونحصل على شكل عرق الزهرة اللي هو لونه أخضر. هذه اللي سبق وتكلمنا عليها بنحطها داخل الورود. بيكون قلب الزهرة اللي حلو انه لما نستخدم هذه تكون الزهرة خفيفة. اذا عملنا بوكي ورد يعني ما بتكون وردة ثقيلة وتجلس تميل. هادولا اللي نعملهم بقلب الزهور، انا عندي هنا مجموعة كل واحد من فين شريته، يعني في اللي من المغرب، هذه من ماركة ويلتون. اوكي خلني احاول اقول لكم كل واحد من مين. هذه الاشكال كلها بعد ما رصيتها، اول صف اخذته من المغرب من معهد سواكولور، ثاني صف من محل تابولا اللي بكورنيش الخبر يعني ماركة ويلتون، اما ثالث صف من عند الزامل ستور اللي في كورنيش الخبر، هو اسمه الزامل. اوكي اخر شيء واللي هم هذول الرولي. طبعا هذا عبارة عن ايش يقولوا له هنا، والله نسيت عنده اسم هنا. المهم هذا بيكون بيلصق، فمثل ما انتم شايفين لما نفتحه هنا عندي رسمة رخام كتير حبيتها، هذه داخل فيها زي لون العفن نسميه لون العفن، هذا اللون اللي مخضر، وهذه لونها افتح منها شايفين. طبعا ليش شريت هذول وايش دخلهم بالفنون؟ ما لهم دخل بالفنون ببساطة، سبق وشريت هذا الرول هو نفسه اللي شايفينه هنا على الطاولة. طبعا هذه الطاولة انا كنت ما احتاجها، طلعتها للحديقة، ولكن بعد فترة بتعرفوا بسبب الحرارة كتير الورنيش اللي فيها بهت وصارت مخدوشة وحالتها حالة من الغبار، نظفتها ودخلتها وفردت عليها هذا البلاستيك لانه بيلصق ما انتم شايفين هنا، فاعطاني شكل الخشب اللي انتم شايفين. فإذا انتوا عندكم سطح عمل تشتغلون عليه وتحبون تغيرون الشكل بين فترة والثانية فأنصحكم بهذا، جدا ممتاز كنوع من التغيير وسعره ما هو يعني ما هو غالي كتير. آخر شيء اللي هو هذه القطعة، في بعض البنات سألوني عليها، هذه حلوة كتير إذا كنتوا راح تشتغلون الفنون، حتى إذا كنتوا تشتغلون أعمال تحتاجون فيها مشرط اللي هو الإكزاكتو نايف أتوقع، نشتغل عليها لأنها ما بتنخدش ولا بتتقطع ودائما حافظ على صحة الطاولة نظيف. هذه أنا أخذتها من الزامل ستور اللي في كورنيش الخبر، في منها أحجام تلقون منها بمكتب الجرير، أنا اللي عندي هنا حجمها كبير كتير حلوة ومفيدة ورح تنفعكم كتير إذا كنتوا تشتغلون سواء ورود السكر أو تشتغلون فنون، فهي جدا ممتازة. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن الفيديو لليوم والمشتريات اللي فيه، ان شاء الله تكون فادتكم وعجبتكم وحبيتوها، واذا محتاجينها تلقونها بسرعة. كثير بنات يسألوني من فين تشترين المواد، مثل ما شفتوا اغلبها من جرير مكتبة او من الزامل ستور اللي في كورنيش الخبر، والمناديل غالبا في كل الهايبرات وايضا تلقوهم بهوم سنتر. البنات اللي يسألوني من خارج السعودية، اوقات بنات يسألوني وين الاقي في مصر او في بلدان تانية، والله ما اعرف، اعتذر منكم. فان شاء الله ان شاء الله تلتقون باحد ثاني يشتغل هذه الفنون ويكون ذاكر وين تلقون هذه المواد. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.